السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم شرح كامل ومفصل لطريقه استخدام يوشن سمارت اكس اي عصا التصوير اللاسلكي حامل ومثبت للهاتف. هذا المثبت الذكي يقدر يتبعك عندما يتبع أو تتبع الوجه والجسم بشكل أوتوماتيكي وجدا ذكي. فراح بشرح لك كيف تستخدمه والإعدادات الخاص به وكل تفاصيل كاملة لهذا الجهاز المثبت باستخدام هاتف آيفون. فحتى ما أطول عليكم في الفيديو نروح للشرح. اوكي يا شباب، اول شيء يا شباب حتى تقدر تستخدم هذا المثبت على الايفون لازم تدخل ديسكريبشن وتحمل هذا التطبيق. هذا التطبيق الخاص لهذا الجهاز، يعني هذا التطبيق رسمي لهذا الجهاز. ادخل الديسكريبشن وحمل التطبيق، موجود متوفر للجوجل بلاي وآب ستور للأندرويد والآيفون. بعد ما تثبت التطبيق، أوكي، حتى تربط التطبيق بالجهاز، أول شيء يا شباب كل ما عليك أنك تروح للمثبت تضغط على زر التشغيل ضغطة مطولة. أوكي، راح يتلون اثنين، راح يشتغل ليتين، ليت الأول وليت الأخير بهذا الطريقة. خلاص الحين يعني البلوتوث الجهاز هذا جاهز للاقتران. اوكي، كل ما عليك انك تروح للجهاز الايفون تفتح البرنامج. بعد ما تفتح البرنامج اضغط على ايقونة الكاميرا. الحين اقول لك هني يعني تشغيل البلوتوث راح يعني تعطي صلاحية البلوتوث، اضغط على التأكيد راح يفتح لك هذا الاعدادات. عندك هني اربع اعدادات لازم تفعلها، اربع اعدادات اساسية انك تفتح تطبيق الصور، تعطي الصلاحية الوصول الكامل للصور، اضغط على السماح، يعني حتى لما تحفظ تصور بهذا الجهاز وكاميرا الايفون راح يحفظ في المعرض. اوكي، بعد ما تعطي الصلاحية الحين روح لتطبيق البلوتوث، فعل خيار بلوتوث الميكروفون والكاميرا بهذا الطريق. خلاص بعد ما تفعل هذا الأربع الخيارات اضغط على الرجوع أو اخرج من هذا وافتح التطبيق مرة ثانية. أوكي، واضغط على ما يحتاج تضغط أي شيء، مباشرة راح يفتح لك الكاميرا للتطبيق، يعني راح ينقلك إلى الكاميرا. شوفوا، راح اخرج مرة ثانية راح افتحه مباشرة راح ينقلني إلى الكاميرا بهذا الطريقة. خلاص الحين يعني تم الربط، لسه ما تم الربط عن طريق البلوتوث. أوكي، اضغط على هذا الخيار البلوتوث. طبعا انت راح بتحصل بهذا الطريقة يعني علامة تعجب، لاحظوا يعني لما يعطيك علامة تعجب يعني لسه ما تم اقتران. حتى تقترن اضغط على خيار بلوتوث، اضغط على خيار بحث راح يحصل الجهاز. ناس ما شفر، هذا هو الجهاز هذا، اضغط عليها حتى تقترن. خلاص بهذا الطريقة تم الاقتران المثبت بالايفون. اوكي، بعد ما تقترن الحين كل ما عليك انك تروح تفتح المثبت بهذه الطريقه، تمسك من هني، لاحظوا تمسك من هني وتسحب لفوق. اوكي، اول ما يعطيك صوت تك يعني خلاص المثبت ما ينفتح اكثر، هذا هو النهائي، لاحظوا. اوكي، الحين كل ما عليك تسحب بهذه الطريقة، تسحب بهذه الطريقة، لاحظوا. أوكي، تشبك أو تحط الآيفون بالمثبت، كيف تحط تضبط بهذه الطريقة حتى ما يعطيك ما تواجهك صعوبة. سوي مثل ما أنا سويت، شوفوا لاحظوا هو كان كذي، لاحظوا سوي كذي. أوكي، وجيب الآيفون. أوكي، لاحظوا حطه بهذا الطريقة تحت كذي، حط تحت
ناس ما تشوفون الكاميرا تحت واسحب بهذه الطريقة، حطه بهذه الطريقة، لاحظوا اوكي. حاول انك ما يكون بعيد عن الازرار اوكي، حتى تحت بعيد عن الازرار بهذه الطريقة، اسحب شوي بهذه الطريقة حتى يكون هني في مسافة شوي بس اوكي. خلص الحين شوفوا بهذا الطريق، الحين جاهز اوكي. نفس ما تشوفون الحين المثبت جاهز للتصوير اوكي. بعد ما تضبط هذا الخطوات اوكي، الحين مباشرة راح يفتح لك الكاميرا بهذا الطريقة. كل ما عليك انك تروح تضغط على زر الباور ضغطة مطولة، طفي يعني طفي المثبت وشغل الجهاز حتى بشكل تلقائي يضبط لك الهاتف. لاحظوا تم ضبط الهاتف اوكي. الحين كيفية الحين انت تريد تصور بالشكل افقي ولا عمودي، كيف تغير هذا الخيار؟ هني عندك زر الكاميرا تصوير، اضغط ضغطتين راح يشغل وضع عمودي. لاحظوا اضغط ضغطتين راح يكون افقي اوكي بهذا الطريق اوكي. لاحظتوا خلاص الحين عرفنا هذا اوكي. الحين كيف تخلي الكاميرا يتبعك اوكي؟ عندك هني الزر فوق تضبط الكاميرا بما يناسبك. لاحظوا تروح يمين يسار اوكي، فوق تحت بهذا الطريقة اوكي. تحت راح اضبط على الوجه بس اوكي اوكي. بعد ما تضبط الحين نفس ما تشوفون الحين كيف تخلي الكاميرا يتبعك اوكي. عندك هنا خيار الفيس، لاحظوا هذا الفيس اضغط عليها اوكي. عندك هنا اربع خيارات اوكي. الخيار الاول تتبع الوجه، الخيار الثاني تتبع الجسم والوجه بالكامل، راح اختار تتبع الوجه. بعد ما اضغط شوفوا لاحظوا اروح يسار الكاميرا يتبعني، شوفوا راح اروح يسار يمين يسار يمين يتبعني، شوفوا لاحظوا بالسرعة. بعدها بهذه الطريقة تم اعداد او ضبط الوجه المثبت بالايفون. الحين بامكان الكاميرا الايفون تتبعك وين ما تبغى اوكي بهذه الطريقه. وهذا هو الشرح يا شباب كامل. ادخل الديسكربشن في اشياء ما شرحتها، ففي مميزات وطرق واشياء اخرى انا حاولت اختصر بس وبس يا شباب. طبعا الحين حتى توقف خلاص تطلع الجوال او الهاتف من المثبت كيف الطريقه؟ بعد ما تصور تخلص تريد تطلع الايفون او الهاتف من المثبت، اول شيء اضغط ضغطة مطولة زر الاطفاء مطولا حتى ينطفي بالكامل. خلاص بعد ما انطفى الليت كله، خلاص بامكانك انك تستخرج الايفون بهذه الطريقة وتستخدم هاتفك. وهذا المثبت تقدر تقفله بنفس الطريقة، اسحب بهذه الطريقة اوكي، ودور هذا بهذه الطريقة. خلاص تم قفل المثبت ورجعه في وضع الاصلي. وبس يا شباب هذا هو طريقة ربط المثبت بالايفون وطريقة استخدامه وتفعيل خاصية تتبع الوجه والجسم. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.